اعمل ايه يا ماما، مش شاطر حمادة، حب جوه قلبي بيزيد كل مادة، اعمل على ايه؟ فين العزبة يا سعادة البيه؟ عايزة حاجة يا نينا؟ التواد خلاص؟ ما بقاش وراك حاجة غير انك كل يوم تقف تتسبسب لي في المراية وتلبس على سنجة 10 وتخرج تقول هدولي؟ اعمل ايه بس يا نينا؟ وهي حاجات ومحتاجات حاجات ايه وزفت ايه على دماغك؟ انت ما وراكش حاجة، على رأي المثل ما هي الفاضية تفلي القرعة. انا نازل اشوف موديلات عربيات، عايز انقي موديل جديد ليا. انت خلاص يا واد، ما بقاش وراك حاجة غير العربيات والبنات والكلام الفارغ. ايه ده؟ ايه اللون الجديد ده يا نينا؟ حصل ايه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مش دريان، سايب غيرك يتصرف في مالنا وحالنا، وانت ولا انت هنا لغاية ما الفاس هتقع في الراس. فاس وراس؟ هو في ايه؟ مش فاهم حاجة، قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس، انا عايزك تسمعني كويس قوي. انا هسمع كويس قوي اهو. من بكرة؟ لا، من النهاردة، من دلوقتي حالا تفوق لنفسك وتنزل تروح وكالة ابوك وتشوف الشغل ماشي ازاي وتفهم كل حاجة وتبقى انت اللي كلمتك اللي ماشية. اخص عليك يا نينا، اخص عليكي. عايزاني انا اشتغل في الوكالة؟ عايزة تسويني بالوضع عبد الرحمن ده؟ يا رب يا رب ارحمني، انا اضف دماغه ازاي؟ انت يا واد انت مش ابني على فكره ولا تشبهني. يا واد انت هتبقى احسن منه، انت هتقعد على كرسي اعلى من كرسي، انت هتبقى كل في الكل، افهم بقى. ايوه نينا، بس يعني مفيش بس. اسمع يا واد، الكلام اللي انا بقوله ده هيتنفذ بالحرف الواحد. ده اذا كان ابوك ذات نفسه لغاية النهاردة ما ننزليش كلمة ابدا. هتنفذ ولا خليك تقول حقي برقبتي؟ اي رقبتي، مت. يا رب احميه ويدي لنفسه، اكتب له في كل خطوة سلام.